الزراعه دكتور خالد. مساء الخير يا فندم. الو الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بحضرتك فندم. اهلا اهلا بيك يا فندم. دكتور خالد، حضرتك قلت النهارده في تصريحات انه اسعار الاسماك بتشهد ثبات مع حلول شم النسيم. تمام يا فندم، دي حقيقه؟ طب هل ممكن نعرف الاسعار من حضرتك واصله لفين، وهل الثبات ده هيستمر في الفتره اللي جايه واحنا داخلين على رمضان؟ شوفي حضرتك، بالنسبه للاسماك طبعا حضرتك عارفه ان في اسماك شعبيه زي اسماك البلطي والبوري، الاسعار بتاعتها في للمستهلك متوفره ب 35 جنيه اسعار سمك البلطي، ومن 55 ل 60 جنيه اسعار سمك البوري، بس ده الاسماك النمره واحد اللي هي ده فين؟ ده الاسعار دي فين؟ الاسعار دي موجوده في المحال يا فندم، اللي موجوده كلها وفي الاسواق التجاريه اللي موجوده. اما بالنسبه للسعر بتاع سمك البلطي فبيتحرك نزولا الاسعار بتاعته نتيجه للدرجات المختلفه بالنسبه للسمكه، يعني في درجه ثانيه وفي درجه ثالثه في درجه رابعه، كل نوع من السمك دوا بيبقى له سعر معين بيقابل كل رغبات المستهلك المصري اللي موجود عندنا. ايوه، الاسعار دي تعتبر زايده عن الفتره اللي فاتت ولا اقل؟ لا هي ثابته بقى لها فتره يا فندم، بس مبدئيا الاسعار بتاعت الاسماك من شهر فبراير وثلاثه وشهر اربعه شهر ابريل بيبقى في ارتفاع في اسعار الاسماك نتيجه ان دي نهايه موسم للسمك وبدايه استزراع موسم جديد للاسماك. خلي بال حضرتك، احنا مأكدين جدا على الصيادين المصريين ان احنا نحاول بشكل كبير جدا نلتزم بتعليمات الاحترازيه الوزراء. نعم. الاحترازيه بسبب الكورونا، وبالتالي نعم. بيبقى عندنا وقت ضيق لعمليه الصيد. حضرتك بيبقى عندنا يوم الجمعه والسبت مفيش تحركات، مفيش شغل خالص. بالظبط كده. نعم. في التعليمات دي احنا بناكد عليها عشان اخواننا الصيادين ما بقاش في مشاكل الامراض بالنسبه لهم. بيبتدوا بعد كده يعني حتى الصيادين ما بيشتغلوش جمعه وسبت؟ لا، احنا فندم بناكد على ان العمليه دي، لان مفيش تحركات خالص في يوم السبت والحد بشكل كبير. نعم. بالنسبة للصيادين لازم ناخد احتراز برضك، بنديهم يعني فرصة لتطبيق القرارات الدولة. بيبتدوا يصطادوا يوم الأحد ليلا ثم الاثنين، وتنزل الأسماك في الأسواق موجودة عندنا بكثرة الحمد لله. وطمن الشعب المصري إن السمك متوفر وبشكل كتير الحمد لله. وببساطة يعني أنا عاوز أقول لحضرتك، إحنا النهاردة متوسط استهلاك الفرد المصري في السنة حوالي 19 كيلو وستة من عشرة. لما نيجي نقارنه بالمتوسط العالمي هنلاقي ان احنا المتوسط العالمي حوالي 20.3 من عشرة. اعتقد ان احنا بس كده قريبين جدا جدا قريبين. الحمد لله رب العالمين. ايوه الحمد لله رب العالمين. طيب دكتور خالد، دكتور خالد، هل ازمه كورونا والاجراءات اللي اتخذتها الحكومه، هل دي اثرت على عمليه انتاج الاسماك؟ وهل عدم خروج الصيادين يوم الجمعة ويوم السبت، هل ده أثر على صيد الأسماك؟ لا، هو القصة كلها مرتبطة يا فندم بأن الوقت بتاع الشراء بالنسبة للناس وتطبيق الحظر ده بيخلي شوية في حرص كمان من الناس اللي بتطلع الأسماك، الصيادين اللي بيطلعوا السمك وأصحاب المزارع، على أساس أن السمك لما يبقى موجود هيبقى موجود بالنسبة للمستهلك في الأسواق المختلفة، فلابد يكون في حد بيشتري ده وبيشتري الاسماك اللي موجوده. ما هو عشان كده بسأل، هل قصه كورونا اثرت على انتاج وصيد وبيع الاسماك؟ ما اثرتش على الانتاج، لكن عمليات الصيد بتبقى فيها حساب شويه على اساس ان المستهلك يلاقي السمك طازه قدامه لما بيكون في الاسواق. نعم. ما يكونش السمك بايت او يكون في مشكله بالنسبه ليه، وبالتالي احنا بنراعي دايما ان احنا نوفر السلعه للمستهلك بصوره جيده. فلازم يكون فيها اجراءات فيها تنسيق ما بين عمليه الصيد وعمليه نزول الاسواق ونقله للاسواق المختلفه. وواضح انه اللي حضرتك بتقوله ده هيستمر في رمضان، يعني نفس المعدل من الانتاج، نفس المعدل من الصيد، نفس المعدل من البيع، مش كده ولا ايه؟ بالتأكيد يا فندم، وحتى كمان في رمضان بتبقى الإجراءات بتاعت شراء الأسماك بتبقى منخفضة شوية، نتيجة الطبيعة الغذائية في رمضان مختلفة شوية. يمكن أول 10 أيام كده وبعد كده الناس بتزهق، أنت عارف، فبتروح للسمك تاني. وبس أنا بأكد بس على إن إحنا الحمد لله إن إحنا بقالنا فترة في ثبات الأسعار دي، وزي ما قلت لحضرتك إن عندنا الأسماك الشعبية بتتدرج الدرجات بتاعتها من الفئة الأولى للفئات الأخرى، أعلى فئة عندنا هي 35 جنيه. وأقل فئة؟ واقل فيها ممكن توصل لفندم ل 23 جنيه. ده اللي هو البولتي.
البولتي بالظبط كده. تمام تمام، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.